يعني ما تسأليش إلا لما يكون في مصيبة. أنت اللي مقطع التليفونات يا خي. عندك حق، مفروض أنا اللي أسأل. بس أقول لك على حاجة. قول. تحلويتي قوي. تصدق والله العظيم ما عندكش دم. ليه كده؟ ده وقته يعني. عشان عمي عيان وكده. طب ما السكرتير بتاعه جالي انه بقى تمام. يعني مش قلقان؟ واجلك ليه؟ مادام الدكاترة قالوا انه بقى كويس. يبقى كلميني. ماشي. انت فين بقى دلوقتي؟ فين يعني ايه؟ يعني شغال مع ابوك ولا بتستنكح عليه؟ ليه بتستنكح دي؟ انت اصلك يعني فنون جميلة و يعني ديكور وفن. ايه بقى اللي يرميك في الغيطان والفاكهه وعربيات النقل والحاجات دي؟ تعرف ان انت هنا ممكن تبقى حاجه تانية خالص. يعني بسم الله ما شاء الله عليك، عينك حلوه وزي القمر، تقدر تعمل حاجات كتير قوي ومش ناقصك حاجه. والنبي صح، تعطي عليا ولا ايه؟ ما انت عارف ان انت زي القمر. ايه ده، انا ما كنتش فاكر كده خالص. انا كنت فاكر القطه مغمضه. طب ما انا قطه بس بهبش اللي يقرب لي. خلي بالك مني بقى، قوم يلا عشان يشوف بابا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا جاي من لمة امك وزي امك. حرب شكلها امتى؟ حابة شغالة دلوك، ناوي لو انطلق مش هيخلي حد فينا. عبدالله اخوي، سلامتك يا اخوي. الف سلام عليك يا اخوي، انت كويس؟ الحمد لله. الحمد لله، وش منور زي القمر اهو. الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله. انت كويس يا عبدالله دلوقتي؟ الحمد لله كريم. يا عم ده انا قلت انت عامل الشويتين دول عشان عايز تتجوز على عم دي كريمة. مين ده؟ هو يلاقي زيي ولا انا الاقي زيه؟ مفيش الا كريمه واحده بس يا واد. ربنا يخليكم لبعض. يا سلام. سمحت يا جماعه، سيبونا انا وابراهيم لوحدينا شوي. نسيبك ايه؟ لا انا قاعده معاك يا اخوي، مش هسيب. ابوس يدك، سيبونا لوحدينا شوي. يلا يلا اسمع الكلام، يلا 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 يا اختي. يلا يلا يا كريمه. حاضر عامل ايه دلوقتي يا عبد الله؟ نحن ربنا بكي. الحمد لله. ما تقلقش من حاجه يا اخوي. كل اللي انت عايزه هعمله. انا مش قلقان يا بكي. مش عايز حاجه خلاص. مش عايز حاجه خالص. وايه اللي مش عايز حاجه؟ كل طلباتك مجابه، بس اخرج بالسلامه. ما تحرمش منك يا اخوي. ولا منك يا عبد الله. ما حدش يقول لي انه عمي تعبان. انا اللي قلت ما حدش يقول. كان قصدي يعني لما كلنا هناجي من حراء الشغل. شغل ايه يا ابو؟ شغل ايه؟ الف سلام عليك يا عمي. الله يسلمك يا ولدي. انت بخير؟ الحمد لله. ودام شفتكم كلكم مع بعض خلاص بقيت بخير. ألف الحمد لله على السلامة يا عمي. الدكتور قال إيه؟ ما قابلتوش لسه. بعد الخبر إيه؟ بأنك أهو صحيته حديد. الحمد لله. الحمد لله يا عمي. شايفة عمايلها السودة؟ خطة وهي اللي رسمعها. لمتهم كلهم جار. والخيب التاني عبد الحكيم جاي يرمع، مصدقها بس على مين ده؟ أنا فهماها. شفت البنت لفت على الواد كيف؟ عينها قادرة، طلع عقربة زي أمها. صح، معلش معلش. أما ليها هنفوقه من اللي إحنا فيه ده، وأنا اللي يصرفه معاه. كان الدكتور. اتفضل معايا، تعالى معايا يا أبو علي.
يعرف الحربيتين دول بيقولوا ايه. ما تشغليش بالك ولا كانهم موجودين. يا بنت هموت واعرف بيقولوا ايه. خليكي تقيله يا كريمه. في ايه؟ اديني تقيله اهو. دكتور السلام عليكم. بس انا تفكرت الحاج اللي في غرفه 10 اخباره يعني ابن اخوه. انا مسهلا والله. هو كويس بس يعني ان شاء الله بالليل كده في جلسه علاج طبيعي، لما يعملها نقدر نحدد. يعني هيقعد عندكم كام يوم؟ والله ده حسب الحاله وحسب ما يبقى كويس. يعني بسيطه. هو بالنسبه لحالات كتير هو احسن. انا بسال على حالته هو يا دكتور. بصراحه ما اخبيش عليكم، هو هيقعد فتره كبيره قبل ما يقدر يمشي ويتحرك زي الاول. شاكرين يا دكتور. يلا يا جماعه يلا اتفضلوا. انا متشكره قوي على اللي انت عملته. ما تقوليش الكلام ده عيب. لا انت مش عارف اللي انت عملته كبير ازاي عند ماما، وخلاك تبقى عندها عامل ازاي كمان. انا مبسوطه قوي. بس عايز اقولك حاجه يا شهد، انا لازم تبقي عارفه ان انا بعمل ده مش عشان ارضي الست الوالده، لا انا بعمل ده عشان هو ده الصح. لا ده انت كده هتخليني اخد قلم في نفسي بقى. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان انا كده اتاكدت ان انا خدت قرار الصح لما قررت اني احبك. الله الله الله، ده ايه الدلع ده؟ طب ما انت عارفه انت كمان ان انا بحبك جدا. بقول لك ايه يا عزم، انا عايز اسالك سؤال بايخ كده. اتفضلي. هو انت لما كنت قاعد مع عمي كنت بتقولوا ايه؟ واضح انه كان عايز يطمن على الحاله الماليه بتاعت والدك. واضح انه ما كانش متاكد قوي او شاكك ان ابوكي عنده ازمه فعلا. بس انا ايه، وديته وجبته ووديته، ما انا اعمل ايه، خصوصا ان انا قلت له ان انا السكرتير الخاص بتاع والدك. ما تحطش في بالك، هو كلها يومين وبابا يطلع من المستشفى وهم يمشوا كمان. بس عمك شكله طيب. جايز اقول لك على حاجه وما تزعليش؟ قول. من الواضح كده ان عمتك ومرات عمك هم اللي قلبين عليكوا الدنيا. انا بصراحه ما ارتحت لهمش خالص، يعني سواء نظراتهم اسلوبهم طريقتهم كلامهم صعب. صح انت كلامك صح. انا بقى عايز زينب تنزل المكتب بكره وتطمن على كل الامور الخاصه بالمديونيه بتاعت والدك، وانا هبقى اروح لها نشوف الورق ونشوف هنعمل ايه. حاضر هقول لها. وبكره الصبح ان شاء الله اخلص محكمه كده، عندي جلسه اخطفها في السريع واعدي على بابا في المستشفى عشان اطمن عليه. هتلاقيني هناك. طب ايه، مش هنشرب حاجه؟ يلا. على فكرة نشرب وناكل كمان. يا سلام. وده الجديد عزة عامل حسابه. اتفضلي يا هانا. قول لي بتفكر في ايه؟ ايه اللي في بالك؟ مفيش حاجة. لا في. قلت لك مفيش حاجة. اهدى خلاص، كلامي ما عادش يلد عليك. جبرية مش عايز لت ولا عين، ها؟ مش عايز مشاكل. الراجل في المستشفى. أنا بعمل مشاكل على إيدك؟ أنا جيت عشان أعمل الواجب، لا هشيت ولا نشيت من ساعة ما جيت البيت. على فين؟ هقعد تحت. اتخنكت من الأوضة ولا متحرج علينا ما طلعوش منها؟ جبرية ما تخافش مش هتكلم. هقعد كببة لا راس ولا رقبة. حلو كده؟ ايه المرار الطفح ده؟ اديني مشيت. اعوذ بالله. ادخل. مساء الخير كريمة. خير يا كريمة؟ خير إن شاء الله. أنا قلت أجي أتكلم معاك كلمتين بس، كنت مستنية الست جبرية تخرج. قعدي قعدي. خير؟ والله ما أنا عارفة أبتدي منين ولا عارفة حتى أقول إيه. ابتدي زي ما أنت عايزة. أخوك عبد الله، أنت عارف وأنا عارفة إن هو تعب قوي في حياته عشان الحاج الكبير مات وهو غضبان عليه عشان هو اتجوزني. وإيه لازمة الكلام ده دلوقتي؟ له لازمة يا سي عبد الحكيم.
واللي بينك وبينه واللي انت حطه في دماغك انا عارفة ان انا السبب فيه. مش عارف كده. معلش خليني اكمل كلامي وبعد ما تسمعني يبقى اقول كل اللي انت عايزه. انا وعبد الله لما سيبنا البلد وجينا هنا على مصر اتمرمطنا اخر مرمطة، وياما شلنا طين وطوب وتراب على راسنا، وجت علينا ليالي كنا بننام على الرصيفة في الطل، وانا اقول له يا عبد الله سيب البلد وروح لدارك والاهلك والمالك والورثك، وهو يقول لي لا ابدا انا مش هخش البلد غير وانا عامل عبد الله عشان ما احسش ان ابويا كان عنده حق لما غضب عليا. ست كريمه معلش سيبني اكمل وبعد كده قول اللي انت عايزه. طبعا اللي حصل لنا ده لا كان على البال ولا على الخاطر ولا في الحسبان، فقلت اما اجي اكلمك طبعا انت مش هيرضيك، ولاد اخوك دمك ولحمك وعرضك يتمرمطوا ويتبهدلوا لو لا قدر الله عبد الله جرى له حاجه، عشان كده قلت اما اجي اتكلم معاك. ولو كنت انا اللي بينك وما بين عبد الله ما تعملش حسابي، ما تعملش حسابي خالص، اعتبرني مت ماليش لازمه بالحياه. طمني انا هعمل اللي انت عايزاه. تعاشمي فيك يا سي عبد الحكيم، انا قلت برضو لا يمكن الكبير يسيب اخوه في زنقه زي دي ولا بنات اخوه. ان شاء الله خير. استغفر الله. تسلم لينا يا كبير. هستأذن انا. تفضل. خيرك يزيد فضلك يا رب. ربنا يقولك بالسلامة يا عبد الله يا اخويا. انت قاعده هنا وما انتش دريانه باللي بيحصل. خبر ايه؟ اهل الحصر المره النباشه كريمه دخلت على جوزك لفته وهيعمل كل اللي هي عايزاه. انت بتقول ايه؟ الدب اياك. زي ما بقول لك كده دخلت عليه دخله صح لفته تحت باطها. كده رايحه فين يا وليه؟ عايزاه يجولني وصنت عليه. يا جالي كده خلينا نفكر وهنعمل ايه. عملها اسود ومحبب على راسها، عايزه تخش وتكوش، وطبعا اللي هتلحفه هتديه لبناتها يتصرمحوا بيه. اعوذ بالله من بناتها، خصوصا العقربه اللي اسمها ريتال دي. انا هو انت هو اما كانت عايزه الواد ابنك وزج عليه بنتها. بنت مين اللي تتجوزه؟ ده انا كنت قطعت رقبتهم عشان تبقى لها فت كل حاجه. هي خدت اللي عايزاه من عبد الحكيم، والبنات ياخدوا الرجاله باللي وراهم. على جدتي وروحك صد روحها. شوف يا مروان انا صريحه شويه، هي صحيح ناديه بنت خالي ويمكن تزعل مني جدا لو سمعتني بتكلم، او يمكن تقطع معايا اصلا ما تكلمنيش تاني خالص، بس بصراحه انت غلطان. طبعا انا غلطان. غلطان كيف؟ غلطان لانه انت حاجه وهي حاجه تانيه خالص. وسيبك انت من موضوع ان ابوها هو اللي قعدها من التعليم والكلام ده، لا هي اصلا ما كانش ليها طموح. دي كانت شاطره قوي. ايوه شاطره حاجه، وانها عايزه تعمل لنفسها مستقبل ويبقى لها كيان دي حاجه تانية خالص. وبعدين سيبك انت من موضوع انه خالي هو اللي قعدها والكلام ده، لا طبعا هي لو كانت اصرت كان خالي هيوافق اكيد. بص هي شكلها كده كانت حاطه عينيها عليك وبتحاول تعمل المستحيل علشان انت لما تشوفها تقول اه فعلا هي مناسبه وتمام، بس بعد ما اتجوزتك خلاص هي كده عملت اللي هي عايزاه فراحت مريحه بقى خالص. بس طموح بقى ومستقبل وعلم لا لا انسى.
معاكي حق. قولي لي انت اخبارك ايه؟ سمعت انك بتشتغلي في بنك؟ شغاله دلوقتي في بنك كبير. مبسوطه بيه؟ الحمد لله وضعي فيه كويس جدا. واخبارك التانيه؟ اللي هي ايه اخباري التانيه؟ الجواز مثلا. طب وانت ليه بتسال في موضوع الجواز ده؟ يعني مش عارف اتكلم معاكي في ايه. لا انا شايفه ان موضوع الجواز ده مش المفروض اصلا ان الواحد يشغل دماغه بيه، لانه ده حاجه عاديه جدا. جواز يعني غريبه، اول مره اسمع بنت بتقول الكلام ده. كل البنات اللي عرفتهم في الجامعة همهم واحد، العريس والفلوس. اهو عشان كده بقى هم فشلة ومفيش أي حاجة في حياتهم عادلة. طيب وانت بقى عامل ايه في حياتك؟ انت شكلك مش مبسوط. يعني مفيش حد مبسوط 100%. ده انت لو كنت مبسوط 50% على الاقل كنت رديت اسرع من كده. لا بس بجد انت شكلك مش مبسوط خالص. الحاجه الوحيده اللي عملتها غلط اني اتجوزت وسكنت في بيت العيله، البيت الكبير ده. انت الله يكون في عونك، هتلاقي كل يوم في البيت في حرب عالميه. انا ما فاهمش انتوا بتفكروا ازاي؟ كمية الكراهية والغيرة اللي ما بينكم من فين؟ كل ما عاوز افكر ازاي بتفكروا انتوا البنات اتعب اتعب. الحمد لله ده انتوا لو تحكموا العالم. يا سلام، وانت بقى يعني شايف ان الرجالة هم اللي بيحكموا العالم زي الفل؟ معاك يا حاج، بس انتوا لو حكمتوها هتخربوها. أنا عايز قهوة تاني. حاضر، نطلب تاني. إيه ده؟ إيه ده؟ بتسيب كده؟ ما فيش لا ظبط ولا ربط. خير، اللهم اجعله خير. خير منين؟ ست شهد هانم لسه برا، شوف أنت عاد الساعة كام دلوك؟ مالكيش صالح يا جبرية. ماليش صالح؟ يعني إيه ماليش صالح؟ دلوك انت اللي قاعد في البيت مكان ابوها، يعني لما تطلع لازم انت تقول لك. ابوها لسه عايش. حد قال انه مات؟ بس دلوقتي انت راجل البيت. عايزه تقول ايه بالظبط يا جبريه؟ هي بره لحد دلوقتي. فين؟ مع مين؟ بتعمل ايه؟ لا ما صحش، لازم انت تعمل حسابك. بقول لك ايه؟ ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، ها؟ وانا مش عايز اتكلم معاكي في حاجه، فاهمه؟ لا مش فاهمه، فاهمه. راح فين؟ خارج. هريح دماغي وما تجيش ورايا. ما هجيش ما هجيش. يلا تصبح على خير. باي باي. عمي تعالي هنا. كنت فين يا شهد؟ ليه؟ وجالة ده راكب عربيته ليه؟ أولا عزت ده يعتبر واحد من العيلة وأنا متعودة أخرج معاه، وثانيا بقى ماما عارفة. أمك عارفة؟ انت قدامي قدامي زار جبرية كان عندها حق. ايه اللي مصحيك لحد دلوقك يا اخوي؟ مفيش. في حاجة؟
أنا مش هتكلم. بعدين تقولي أنت مالك؟ قولي عايزة إيه؟ أنت ناوي تعمل إيه؟ في إيه؟ أنا مش هتكلم في فلوس ولا مصالح، أنا هتكلم في البيت الخربان ده. شايف البنات عاملين إزاي؟ طالعين داخلين على حل شهره، بس هقول إيه؟ أخويا هو اللي قليل الحيلة، كريمة هي اللي ماشيه البيت ده يا عبد الحكيم. لو كان أخوك رجل صح ومحافظ على روحه، البيت ده ما كانش هيوجع أبدا. هو صح عمل فلوس وعمل شركة واشترى فيلا وعربيات، بس هي اللي بتبعتر الفلوس دي شمال ويمين. تقصد ايه؟ زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. المارة النباشة دي قصقصت ريشه، ودلوك عاوزة تلف علينا احنا كمان. انا هقول لك على كلمة واحدة بس مفيش غيرها، عشان تعرف ان انا مفيش في قلبي اي حاجة من ناحية اي حد، انا عايزة المصلحة وبس. قول يا فوزية. طالما اخونا ما بقاش ليه مصلحة هنا، يبقى يجي معانا دارنا وسطنا، يبقى تحت عينينا، والبنات كمان يبقوا تحت عينينا، نتجوزهم ونسددهم. ولا عايز البنات تتجوز من مصر؟ ولا واحد زي الملزق اللي كان معاها لحد نص الليل ده يلف عليها، واللي تاخده منك باليمين يلهف هو بالشمال؟ يا الصبح صباح الخير. صباح الخير، انا قلت اصبح عليك. صباح الفل يا ستي. هو انت في مصر ولا في البلد؟ يا ريت لو انت موجود في مصر نتقابل. خير، قولي بس الاول انت في البلد ولا في مصر؟ هنا في مصر. طب حلو قوي، خلاص يبقى نتقابل. اوعى تقولي بقى انك مش فاضي. طيب طيب، مع السلامة. خير؟ خير. تتكلم مع مين على الصبح؟ ده شغل. هو الشغل وراك وراك، يكفي البتاع ده وارتاح شوي على الاقل لحد ما نخلص من الهم اللي احنا فيه. حاضر يا ست جبرية، هعمل الشغل ده بالذات وبعد كده هخلص منه على طول. راح فين؟ راح فين ايه؟ هنزل عشان نفطر ونروح المستشفى. لا، الفطار هيطلع لك لحد هني، انا قلت الولاد تحت تطلعه لك. ولا انت هتقعد مع كريم على ترابيزه واحده تاكل معاه؟ لا، ما يصحش يا جبري، ما يصحش. بدور عليك يا عمتي. فجعتيني. خير يا روح عمتك؟ مفيش، اصل انا كنت عايزه اقعد اتكلم معاكي، بقالي كتير ما شفتكيش، وحشتيني. ما تشوفيش عفش. هو انت مالك محلاوه قوي ليه كده؟ والله والله
اصل في ناس كده كل ما تكبر في السن بتحلو زياده، ولا يمكن عشان ما اتجوزتيش لحد دلوقتي. اصلهم بيقولوا برضو يعني اللي ما تتجوزش لحد دلوقتي بتفضل زي القمر والعمر بيطول بيها. طب ما تعملي زيك ده وتخليكي من غير جواز عشان تفضلي حلوه على طول. لا انا ما يهمنيش ان انا ابقى حلوه، انا يهمني ان انا اتجوز الراجل اللي بحبه وخلف منه بقى صبيان وبنات. اصلا يا عمتي بحب العيال الصغيره قوي. عمتي هو انت كنت بتدوري على ايه في المكتب؟ ولا حاجه يا روح عمتك. طب استني تعالي، لو عوزتي اي حاجه من المكتب قوليلي هخدمك فيها والله. كبري لي انك انتي امك. انا لازم افوق للعيله دي لازم. يا ما انت كريم يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك. الحمد لله يا رب العالمين، انت بقيت كويس وزي الفل اهو. الحمد لله. فين ابو حكيم؟ ما جاش ليه؟ روح البلد دي. لا يا اخويا، انا سبتهم نايمين واستحبت وقلت ايه اما اقعد معاك لوحدي. اخبار بناتي ايه؟ بخير يا اخويا اطمن الحمد لله. تعبت يا كريم، عايز اخرج من هنا. لا تخرج، ده ايه الدكاتره يقول اخرج يا عبد الله، اخرج يا عبد الله، اقعد يا عبد الله كمل العلاج، نقعد يا عبد الله كمل العلاج. البنات اتوحشوني يا كريم، عايز اشوفهم. هم فين؟ زينب في المكتب، راح تبص على شويه اوراق وحاجات كده، وشاهد راحت معاها. اما اللي اسمه عزت ده طلع حتتين راجل شهم وجدع. صحيح اللي ما يعرفك يجهلك، من ساعه ما حصل لنا اللي حصل ده ما سبناش لحظه. من البيت للمستشفى، ومن المستشفى للمكتب، ومن المكتب للمستشفى، ومن الدكتور ده للدكتور ده. غير وجهه نظري عنه خالص، جدع ابن حلال. الحمد لله. ادخل. جبنا سيره القط جيبي نط اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف مليون سلام عليك يا حاج. والله العظيم انا كنت في نيتي اعدي عليك الصبح، بس لولا المدير بتاعي ما رضيش وعمل فيها سياده المدير. وانا بطمنكم كمان، انا كنت عند الدكتور دلوقتي والحمد لله قال لو الحاج عبد الله عايز يخرج النهارده ما فيش اي مشكله، بس انا قلت له يعني يقعد يوم كمان عشان نطمن عليه في المستشفى. لا يقعد ايه؟ ده لسه بيقول لي عايزين نخرج يا كريمه. يخرج يخرج يا عزت ونخدمه برموش عيني. ماشي يا ست كريم، بس هنا في المستشفى هيكون اضمن عشان لو عايزين ياخد حقنه ولا ياخد دواء وكده يعني. كتر خيرك يا عزت يا ولدي. خالتك كريمة معجبة فيك كتير، تقول فيك شعر. طب الحمد لله ان احنا قدرنا يعني ننول الرضا. نولته يا اخويا نولته. امال انت فكرك ايه؟ عايز تخبط على الباب ونفتح لك وتخش تاخد بنت من بناتي كده اهو من غير ما ابقى مطمنة عليهم؟ لا لا طبعا. دي شهد. خير؟ اه ايوه شهد. انا في المستشفى هنا عند الحاج عبد الله. لا والله الحمد لله صحته ردت. انت مع زينب؟ طيب طمنيها. ماشي ماشي، مع الف سلام. بنتك زينب دي يا حاج زي ما تكون لما تكلمها كده تحس انك بتكلم آلة حاسبة. ايوه صح، هي زينب شاطره في شغلها انا عارف. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. انا هقف بره كده 5 دقايق. اتفضل يا اخويا. خلاص يا كريم. كلها يا عبد الله كلها. يا مش جايه يا كريم. لا عشان خاطري عشان خاطري. هنا بالشفا. عبد الحكيم انا عارفاه قلبه حن، مش هيسمع كلام حد. وكريمه لعبتها صح، عرفت ازاي تخليه يبقى تحت امرها وينفذ اللي هي عايزاه. ما هي قادرة، وبناتها طلقاتهم على العيال. آه.
طول ما عبد الله عايش قلب عبد الحكيم هيحن. يا مري ايه اللي انا بفكر فيه دي؟ وماله؟ انا بفكر في الصح، ومش هسيب بنات كريمه يورثوني بالحي. لا مش حاسبهم ياخدوا شجايا وشجا اولادي على اخر الزمن. واذا كان على عبد الله كفايه عليه لحد كده، هيعوز ايه يعني تاني من الدنيا؟ الموت اريح له من انه يعيش عاجز ولا مشلول. وساعتها عبد الحكيم مش هيقدر يقول لي ان اخويا ولازم اقف جنبه. ايوه عاجبهم يعيشوا معانا اهلا وسهلا، مش عاجبهم ياكلوا طين على دماغهم.